شاركنا منذ البداية في الحراك الثوري في المظاهرات وغير ذلك، ولكن بعد مضي عام على هذه الثورة أبينا إلا أن ينتقلنا بالحراك إلى المجال العملي بحياكة الأعلام كما نرى، وإسعاف الجرحى وتشجيع الشباب على المضي في الحراك حتى النصر إن شاء الله، وغير ذلك من إعداد الطعام إلى الثوار بعد قيامهم بعمليات الدفاع عن المتظاهرين السلميين. يد بيد نمضي في ثورتنا هذه حتى إسقاط النظام بإذن الله. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحدا.